وانت بتكتبي هل كل شخصيه بتقرر نفسها ولا انت اوريدي بتكوني مقرره شكل الروايه في دماغك قبل ما تكتبي؟ كل واحد عارف مصير، عارفه مصائر الشخصيات، ولا ممكن كل واحد ممكن يتمرد على الشخصيه الروائيه دي، يتمرد على مصيرها وانت بتكتبيها، مصيرها اللي انت مقرراه كخارقه للشخصيات دي؟ الحقيقة هو يمكن لما بدأت الكتابة كنت بعمل ملفات للشخصيات، يعني كان بيبقى عندي مثلا في مادة مريو هي رواية صغيرة اللي بدأت بيها، كنت عاملة ملف لكل شخصية، يعني تفاصيل خاصة بيها، حتى هواياتها، لون العين، حتى لو ما استخدمتش التفاصيل دي، وكان بيبقى طول الوقت في ذهني مخطط، ما مخطط كل العمل. لكن اكتشفت ان وانا بكتب المخطط ده بيترمي فورا، في النهاية بلاقي الشخصيات بتاخدني الاتجاه تاني، فبمشي وراه وبجرب. يعني أنا بحب فكرة إن أنا لما بيجي فكرة أحيانا بتجي لك وأنت بتكتب ككاتب، فكرة مخيفة، أو إنك لو عاملها مخيفة بمعنى إنك مش هتقدر تعملها، طب أنا ممكن أجرب حاجة زي كده، وطبعا بتبقى في البداية خالص. فأنا نوعية الحاجات اللي بتخوفني بحب أعملها أو بحب أجربها، ممكن أفشل بس المحاولة نفسها ممكن تطلع معاك بحاجة تانية، وحاجة بتفاجئك إن هي كويسة برضو بس في اتجاه تاني. لو هطبق على بساتين البصرة، فيمكن أنا قلت ده كتير، الحلم ده أنا كنت شفت قريته وأنا في تانية كلية في كتاب تفسير الأحلام الكبير المنسوب للإمام أحمد بن سيرين. الحلم لافت جدا، أو كان لافت جدا بالنسبة لي، اللي هو بدأ بيه مفتتح الرواية، وكنت واثقة إن أنا هشتغل على الحلم ده بعد كده. يمكن قعد معايا 23 سنة 24 سنة، وكل شوية برجع له. طب أنا هعمل، عارف إن معاك حاجة ومش عارف هتعمل بيها إيه. ففي 2017 في منظمة ألمانية، في آخر 2017 منظمة ألمانية طلبت مني الإشراف على ورشة كتابة إبداعية في البصرة، هي منظمة بتهتم بالنساء العراقية، تهتم بتدريبهم، يعني ممكن تعلمهم كتابة قصصية نقل. فاتصلوا بي على أساس إن أنا أسافر البصرة أدير ورشة كتابة هناك. فأنا قلت فرصة، طلعت الورق اللي فيه التفاصيل الخاصة بالرواية اللي هي مرهونة، وقلت فكرة إن أنا هشوف البصرة هيبقى محفز اللي ممكن أكتب، وممكن المشاهدات هناك تدخل من غير ما أبقى عارفة إن هكتب إيه أساسا. يعني ممكن حتى وقتها كنت بقول ممكن اكتب حاجه كان ادب رحله، ادب رحلات عن البصره من خلال ادمج بينها وبين التفاصيل الحلوه. فاللي حصل وقتها يمكن من حسن الحظ ان ما خدتش التاشيره، ما سافرتش. وبعدها باسبوعين يمكن محمد شعير كلمني قال لي ان هو بيعمل ملف لعلاقه الف ليله وليله تقريبا، وهو عارف ان انا قاري الف ليله وليله ومهتمه بيها وكاتبه الاجابه للزهور لها علاقه بيها، فكان عايزني اكتب عن الف ليله وليله. وبعدين قفل اللي هو ما عرفش غير بعد ما الروايه اتعملت اساسا. فانا فجاه برغم ان ما دام ملوش علاقه خالص بالف ليله وليله، لكن طلعت الورق وقلت انا ممكن انطلاقا من الحلم ده اشوف حاجه او اكتب له نص لعلاقه الف ليله وليله للملف. الملف ما اتعملش. برضو كويس الروايه انا فالملف ما اتعملش، وانا ده حررني من الموضوع له علاقه بألف ليله وليله. وبدات اكتب، بدات يعني يمكن ظهرت لي شخصيه هشام، شخصيه معاصره، طب ايه علاقتها بالبصره؟ طب فبدات يمكن كتبت شويه اللي بدات بيه بقى اللي هو المحور اللي اتحزم، زي ما دكتور محمد المهضمي بيقول يا صحابه بتعلم الدقه، بتعلم لو بنكتب تحقيق مثلا، او يمكن على الاقل في اخبار الادب ده كان موجود، ممكن تحقيق شامل مصادر كثيره جدا كنت بعمله الصفحه 5 الجايه لو تفتكر، 500 كلمه يبقى شامل كل جوانب القضيه. فده بيخلي الكاتب عنده حساسيه انه لازم كل كلمه كانه هيتحاسب عليها، كانه هيدفع فلوس مقابل كل كلمه هو بيضيفها. وانا ساعدت جدا، انا في كاتبه امريكيه انا بحبها جدا اسمها جوان دي يونغ، هي صحفيه، هي حتى مسمينها ماركه مدرسه الصحافه الجديده. في حوار ليها هي بتتكلم عن ازاي الصحافه هي اللي خلتها، كتابتها موجزه جدا، يعني كتابه موجزه وقصه، فهي بتتكلم ان الصحافه هي اللي علمتها ده.
والصحافه في مجلات خفيفه، يعني مجلات موضه ومجلات منوعات هي اللي علمتها ده. لان المجلات دي حجم المكتوب فيها قليل، تبقى معتمده على الصوره، تصميمات الازياء، فبالتالي كانت المحرره المشرفه عليها في هذه المجلات بتقول لها ان الفصله زياده، يعني لو فصله زياده دي بتدمر الدنيا، بتبوظ الصفحه كامله. فده علمها ازاي في الروايات تبقى يعني موجزه جدا وتدخل في الصميم او تحاول، يعني ما بتحبش في ملل، يعني مش في حشو. الصحافه في الوقت ان انت عايز تجذب انتباه القارئ وما يملش في قضيه، انت عايز توصل كل الافكار اللي فيها مثلا، ويهمك انها توصل بسرعه بدون ملل من القارئ ما يقلبش الصفحه. انا ده علمني يمكن من 2003 انا مسؤول عن قسم الكتب واخبار الادب في تحرير، يعني رئيس القسم في اي جريده بيبقى هو بيحرر ورا المقالات اللي بيجي. فالتحرير كمان بيخلي طول الوقت انت بتقرا بعين المحرر، انك بتشوف ايه. وطبعا يعني في الديسك اشتغلوا في الديسك في الصحافه مشهور عنهم ان هو بيقطعوا، يعني هو عصبيين وحاجات كتيره يعني بيتخلصوا منها. حتى احنا لو بنكتب ففي حاجات ممكن انت تكتبها وتلاقي ان المدخل اللي انت داخله ده مش صح، فتقطع بالكامل وتبدا من جديد. فبيخليك عندك فكره سهوله ان الموضوع مش حاجه مقدسه، انك مش كاتب نص مقدس ما ينفعش تقرب منه. فاظن الصحافه بتعلم ده فعلا.